بسم الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. قول مكلية الحرام على حساب الأيتام وحساب الضعاف والغافلين. الآن الأوان أن تدفع بالثقيل، بالشيء اللي فعلا في صدرك، ظهرك وجنبيك وجبهتك الخبيثة، على كل مال أخذيته بالحرام يا ربي يحميه في جهنم، وبعد يرميه على كل جوانب جسدك النتن. هي أنا أنت تخد في روحك، يلزم كذلك تكون تخد في جسدك. نسأل الله السلامة من آلام الدنيا والآخرة، سواء كانت تكون آلام روحية أو فكرية أو مادية. إحنا لسنا واهلين بأن نكون ممن يريدون بأنفسهم غير رحمة الله سبحانه وتعالى. والسلام.